وذكر حجاج بغداد خبر إقامة الخطبة للعباسيين وللسلطان السلجوقي في مكة المكرمة. في هذه السنة انقطعت كسوة الكعبة والأموال التي كان يرسلها الفاطميون إليها بسبب المجاعة في مصر، فورد رسول أمير مكة محمد بن أبي هاشم إلى السلطان ألب أرسلان وأخبره بإقامة الخطبة للخليفة القائم بأمر الله العباسي وللسلطان ألب أرسلان في مكة المكرمة وإسقاط خطبة حاكم مصر المستنصر الفاطمي، فأعطاه السلطان 30,000 دينار وخلع النفيسة وأجرى له كل سنة 10,000 دينار.